اليوم نحن نصل بهذا الصالون إلى دورته 12، نكرم فيه قامتين كبيرتين في الأدب والشعر والفن والطرب الأصيل. يتعلق الأمر كما تعلمون بالشاعر الكبير عبد الرفيع جواهري، شخصية وطنية فدة، أيضا بأيقونة الطرب الأصيل الفنانة الكبيرة كريمة صقلي، بحضور ضيوف من كل جهات المغرب. وحقيقة هذا الشيء أفتخر به، أن يعني ناس مهتمة بالشأن الثقافي تكلمني من مدن بعيدة وتأتي يعني تتجشم عناء السفر لتصل هنا إلى مدينة الانبعاث، فهذا والله لشيء أفتخر به. نحن في هذه الليلة ليلة فرح، ليلة اعتزاز بمبدعين قدموا الشيء الكبير لوطننا. بغيت نقول لكم بهذا شرف لي باش نكون مكرمة هذه الليلة من ضمن لائحة الفنانين المغاربة اللي دازوا هذه الدورة 12. تنحيي السيدة أسماء بن كيران اللي من طموحها ومن شغفها ومن احترامها وثقتها بالفنانين المغاربة اللي تتنظم هذا التكريم اللي ماشي سهل باش يتنظم بهذا الشكل، ولكن هذه الإضافة الجميلة اللي فيه هي الحميمية في بيت مغرب في عند عائلة، وهذا بالحرفية ديالو كاملة. وتنشكر مرة أخرى السيدة أسماء اللي من مجهودها الخاص وكضميرها كذلك للتنويه بالفنان المغربي. واللي بغيت نقول بأن هذا يشرفني عاوتاني نضيف في فضاء من أكادير، والناس أكادير الله يعمرها دار، وشكرا للحضور واستمرارية ناجحة بحول الله. جميل وأننا نحضر هذه الليلة، يعني الدورة من دورات الصالون أسماء بن كيران الأدبي، وهذا الصالون اللي ولا علامة يعني وموعد، يعني كنت ننتظر الساكنة ديال أكادير والمثقفين بالذات، باعتبار أن هذا الصالون هو مسألة يعني تظاهرات متفردة وعندها واحد القيمة كبيرة، ودائما كنتسناو على أنها تلقى واحد التشجيع كبير، لأنها مبادرة فريدة من نوعها وكتشجع الجانب الثقافي والفني في المدينة. واليوم يعني كنا في واحد الليلة اللي كانت تجمع جوج ديال الأعلام ديال الثقافة والفن المغربي، الأستاذ عبد الرفيع الجواهري الشاعر والمناضل والمثقف والإعلامي، بالإضافة للفنانة الكبيرة كريمة صقلي، يعني الفن الراقي والفن الجميل والصوت الملائكي. اذا فليلة كانت رائعه بامتياز، فكنشكروا هذا الانسان اللي تعطينا هذا او كتتيح لنا هذه الفرصه وهذا اللقاء، لان حقيقه هي انسانه كذلك مناضله في المجال الثقافي، وكنتمنوا لها التوفيق، وكنتمنوا انه يعني الفعاليات المدينه ياخذوا بيديها، لان يعني تستحق ذلك. اولا اليوم السبت 20 ابريل 2019 حضرنا بطبيعة الحال باسم جماعة زقان رئيسان ونوابان في هذا الحفل التكريمي للسيد عبد الرفيع الجواهري وكذلك السيدة كريمة صقلي في هذا الصالون الأدبي اللي كتنظمو السيدة مديرة الصالون السيدة أسماء بن كيران. بطبيعة الحال جماعة زقان اللي هي قريبة من أكادير، حنا كنتوجدو في أكادير ولكن يعني بضع كيلومترات على مدينة زقان. هذا الصالون دعمناه بطبيعة الحال دعم للثقافة، دعم لهاتين الشخصيتين البارزتين، وأكدت السيدة مديرة الصالون أن زقان جماعة زقان ستبقى كذلك داعمة إن شاء الله للمحطات المقبلة. دائما تكون عندي الحظ وتنكون معروضة عند الأستاذة الشاعرة الكبيرة أسماء، وفي هذا الحفل في هذا الحفل الثقافي اللي كدير فني ثقافي، وتكون هنا واحد المجموعه ديال الناس اللي هما من مختلف الثقافات من مختلف الفنون، وهذا الشيء زعما كيفرحنا بزاف، وسورتو في مدينه اكادير لان ما عندناش هاد النوع ديال لي صالون ثقافيين بحال هكذا. احنا سعداء اليوم في هذا اللقاء في هذا الصالون الادبي ديال اسماء بن كيران،
مدام اسماء بن كيران، هاد الدوره هذه اللي كتحتفي يعني بالفنان والشاعر عبد الرافع الجواهري والمغنيه الطربيه كريمه الصقلي. حنا جد سعداء، انا جد سعيد زعما بالمشاركه بواحد القطعه ديال الرحيله في هذا الصالون الادبي، وشكرا.